السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، سهلوها بتتسهل يا أخوات. القرآن سهل وميسر، وقراءته بالذات سهلة وميسرة. الحفظ ممكن بده متابعة متابعة متابعة، لكن كقراءة كقراءة القرآن وتجويده سهل وميسر، سهل وميسر. المهم ما تقوليش والله صعب، ما تحطيش كلمة صعب في مخك وتصعبيها على نفسك. سهل وميسر القراءة بالذات. طيب، في ناس سألوني كيف أصير عندي السلاسة في التلاوة والنفس. أنا كذا مرة حكيت النفس، كيف تأخذ النفس، كيف تأخذ النفس، شو رأيك؟ تجلسي جلسة صحية وبترفعي ظهرك كويس، اكتافك لورا، ويا ريت لو عندك كرشة تنزليها، تبعدي الكرشة لله. إذا حاولتي إنك تنزلي وزنك وتشيلي الكرشة هاي لله، قسما بالله العظيم ربنا حيعينك وتروح الكرشة، خصوصا المنطقة اللي متصلة بالصدر اللي هي عند الحجاب الحاجز. يمكن يكون لك بطن من تحت أوكي، لكن من هاي المنطقة بالذات اللي هي المعدة هاي، إذا قلتي يا رب ارفعها عني، وكان همك الوحيد فيها إنه يصير عندك نفس وقراءة صحيحة، والله إنه ربنا سبحانه وتعالى حيعينك على إزالتها. فهاي لازم هاي المنطقة تكون إيش مرتاحة، المنطقة اللي تحت هاي. أجاني فترة، أنا حقيقة يعني أجتني فترة بدأت أتخن، وهاي المنطقة تخنت بشكل بدأت وصارت تكتم على نفسي بصراحة. أنا يعني نكدت نكد الله بيعلم فيه، خصوصا إنها صارت تتأثر على نفسي في التلاوة، وأنا معلمة قرآن وبحب أنا يكون صوتي جميل في التلاوة، حتى لو إني في البيت لحالي بقرأ بحب إني أعلي صوتي وأسمع صوتي جميل، لأنه في ملائكة بتسمعني، في جان بسمعوني، في عمار الأرض بسمعوني، ليش ما أسمع القرآن بصوت جميل؟ والرسول عليه الصلاة والسلام كان يحب الصوت الجميل. على فكرة هذه انتفخت أوكي، ما حطيتش فيلر عشان ما يقولوش والله انت ايش عامل في شفايفك، هذه المنطقة مبارح هيك صارت بس الحمد لله اخف. المهم، فهاي المنطقة اذا كان لله ربنا سبحانه وتعالى حيعينك على انها تنزال وتروح. اعمل اللي عليك، اعملي حمية، خففي، حركي نفسك، رياضة، حيصير عندك نفس كويس. هذه واحد، الجلسة الاستنشاق بقوة لدرجة انه تحسي معدتك تعبت وتكتمي النفس مدة طويلة، وبعدين تطلعيه بهدوء. اذا بتروحي تتعلم سباحة كويس، لانه طريقة تعلمك للسباحة غصبا عنك بدك تصيري تاخدي النفس اذا بتروحي تسبحي. الرياضة عموما اذا حملتي اثقال، شايفين ورايا الاخضر والاصفر هذولا، في اثقال، يعني مش لازم ترهقي نفسك كتير، ولكن اعملي حركة وانت قاعدة. اللي مش قادر يتحرك ويروح ويجي، اعملي حركة بايدك، احملي ثقل ولو بسيط، لو ان شاء الله مية هيك، وتضلك اعملي فيها كذا مرة كذا مرة، وريحي شوي كذا مرة، بتحسي حالك صرتي تاخدي نفس اكتر وانت قاعدة. اذا كنت من الناس اللي ما بتقدريش تتحركي بشكل صحيح، تمام؟ الله يستر علينا الدنيا الآخر. واضح الكلام؟ اذا النفس بسيط جدا، العب رياضة، اعمل الحركة. هحط لكم لينك اللي هو كيفية اخذ النفس، واحط لكم اياه ان شاء الله في الوصف جوا. والسباحة كويس ممتاز، نحفي نفسك، صحة إلك وجمال إلك. والإنسان المؤمن اللي بقرأ القرآن لازم يكون يراعي صحته عشان يقدر يقرأ القرآن، يقيم الصلاة صح،
يروح ياخذ عمره صح، ما يتعبش، يروح يحج باذن الله، الله ينولكم ينولنا اياها، يكون صحيح. خلي هذا النية في انه يكون لك جسد صحيح قوي، مع طبعا انك تكوني قوية اساسا. المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف اكيد، فخلي هاي النية، لانه على نياتكم ترزقون. ومن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله، وربنا سبحانه وتعالى باذن الله تعالى حياخذ بيدك ويصير عندك جسد قوي. بما ان جبنا سيرة الجسد، بدي اعطيك هالنصيحة الحلوة. انا من زمان كنت في دروسي وطالباتي بيشهدوا اللي كانوا يحضروا للدروس، اعطيهم بعض النصائح عشان يكون عندهم صحة قوية. اجت علي فترة اشوف النساء ركبها مش قادرة تمشي، والوحدة لساتها بالاربعين والخمسين، حاجة بتخلي المخ ايش ليه؟ يقولوا لي الكبر الكبر. لا يا عمري، في ناس بنلاحظ انهم بوصلوا للمية وعشرين اليوم 200 سنة، بوصلوا لأعمار طويلة وبكونوا ما شاء الله نشطين وبروحوا وبيجوا. ليش أنا أرتمي من هذا الوقت؟ فهذا كان هاجس عندي أني ما أرتميش ولا يصير عالي على غيري. فبعبشت في اليوتيوب، وجدت يوتيوبات لسامي القباني، جزاه الله خير سامي القباني، وكان يحكي عن الحليب والاستخلاص اللي بناخده من الحليب لما نعمل لبن. وهاي انا استخلصت من كلامه على العموم انه في نقص مغنيسيوم بسبب هذا الاشي. انا استخلصت من كلامه، هو ما قالهاش بصراحة مغنيسيوم، ولكن سمعت اليوتيوبات اللي كان يتكلم فيها، استخلصت انه المغنيسيوم كان هو المشكلة، وهو اللي بيعمل لنا آلام في الركب وآلام في المفاصل، نقصه طبعا. وبالفعل رحت واشتريت مغنيسيوم 250، القوة تبعته 250، لأنه الجسم بيحتاج من 300 ل 400 يوميا. ونصحت طالباتي، بس في ناس انتصحوا في ناس ما انتصحوا للأسف. وبعدين طلعت اليوتيوبات للدكاترة يقولوا المغنيسيوم اللي المعدن المهجور او المعدن اللي حرام رايح، هاي مغنيسيوم تطلبيه من النت او تلاقيه في اي مكان، في ارمال في اي مكان حتلاقي مغنيسيوم عندك 250. ليش؟ انا باكل اشياء بسيطة فيها مغنيسيوم بس ما بكملش الحد المطلوب، فخدي من هذه البوتاسيوم يا حبايب. البوتاسيوم هذا ضروري تاخدي، لان احنا ما بناكل الكمية الكافية من البوتاسيوم في الخضروات. يا الله ناكل صحن سلطة اذا اكلنا اساسا، اذا اكلنا صحن سلطة يا الله، صح ولا لا؟ اذا حافظي على صحتك. فيتامين دال يا نساء امة محمد، فيتامين دال، مغنيسيوم، بوتاسيوم، يود، هدول الاربعة اهتمي فيهم في جسمك تمام التمام، وركزي عليهم. ومع شوية رياضة مع شوية مشي حيصير جسمك صحيح، حيصير لك نفس عميق بإذن الله تعالى، تصير تقرأ القرآن وتتغني بالقرآن كما يجب. كمان طريقة لقراءة القرآن بسلاسة وبيسر، وبإنك تقرأي ختمة كاملة مع الشيخ، مع شيخ متقن زي عبد الباسط المنشاوي الحصري، أي حدا متقن تجويديا. ما تروحيش للترتيل اللي بيتغنوا فيه بالقرآن وبيجيبوا لك في المقامات، لا، خدي التجويد، اقرأي من الفاتحة إلى نهاية القرآن سورة الناس، قراءة مع الشيخ يوميا،
حتلاحظي نفسك صار عندك السلاسة والتلاوة الصحيحة. إذا كان عندك تقليد كامل للشيخ بصير صوتك مية مية مع الشيخ بإذن الله تعالى، وبصير عندك نبرة جميلة. وراح الوقت وما حكينا عن النبر. ناخذ النبر، النبر في القرآن الكريم، النبر في القرآن الكريم. أنا ما حشرحه شرح عقيم، شرح ينفر الناس مني، لا سهل سهل جدا. المهم نعرف شدة الصياح، لغة شدة الصياح، اصطلاحا ضغط زائد على مقطع حرف معين. قال لك مقطع حرف، ما قال لك مخرج الحرف، انتبهوا عشان ما نغلطش ونروح نضغط على مخرج الحرف حتى يكون صوته أعلى، يعني نبر صوتي بس. مما يجاوره من الحروف، هذه إيش الغاية منه؟ المحافظة على حروف القرآن الساكنة اللي ممكن تضيع أثناء مد أو نهاية كلمة أو في حرف مشدد، عشان نحافظ على الحرف الساكن ما يضيعش. قرآن لازم تحافظي على كل الحروف، توضحيها وتبينيها. عندك في حال الوقف فقط بدك تحافظي على الهمزة إذا جاءت بعد مد أو مدلين، يا إما مد عادي أو مدلين، بتحافظي على الهمزة. مثال السماء، لأنك لو ما قلتي هذه الحركة حيضيع منك حرف الهمزة. السماء ما حتوضحي كمان، لا بدنا احنا نجيب الهمزة بصفاتها كاملة، فحنقول السماء السماء. بتحسي حالك كأنه واحد بنط من فوق لتحت، هذا هو النبر. شيء شيء، تمام، هذه في حال الوقف فقط. طيب في حال الوقف فقط المشدد المتطرف، لما يكون عندي حرف مشدد في طرف الكلمة وبدي أوقف عليها، هنا بدي أعمل النبر الصوتي عشان أقول للي بسمعني هذا حرف مشدد وليس حرف إيش ساكن عادي. إلا في حال حروف قطب جد، لأنه القلقلة بتوضحها، القلقلة بتوضحها، وحروف الغنة اللي هي النون والميم، لأنه الغنة الطويلة بتوضحها. فبصير عندي هدول مستثنى عن إني أعمل نبر صوتي. لكن في حال أي حرف تاني بدي أعمل نبر صوتي إذا كان حرف مشدد متطرف. مثال المس، المس. متى ببدأ صوتي يعلو؟ من نهاية الإيش الميم، نهاية الميم وأنا نازلة على السين، السين هي المشددة، فأنا حقول المس. فطل، تمام، من غير ما أشد على مخرج السين ولا هشد على مخرج اللام، انتبهوا على مقطع الصوت، إذن هو صوتا فقط لا غير. المس فطل. أما لو المشدد المتطرف مثال النون، الجان مثلا، الجان في غنة طويلة، لا النون هذه ليست مشددة إلا مشددة، فالغنة الطويلة في كلمة الجان إيش أعمل؟ أعطتني إنه والله هذا حرف مشدد، لكن لو قلت الجان بس هنا الخطأ، إذن زمن الغنة خلاص هو وضح لي. القلقلة مثلا المشدد الحق، ما بيحتاج إني أعمل نبر، ولكن أوضح الساكن الأول الحق، تمام. هذه في حال الوقف. المرة الجاية بنكمل حال الوصل والوقف وحال الوصل.
سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. يا رب تنتفعوا بالكلام اللي حكيته ويكون عندك صحة 100%، والله لا يحوجك لحدا يا رب العالمين، ولا يحوجك لحدا الإنسان بصحته بقوته. الناس يا الله يا الله يتحملوه، فما بالك لمن يكون نسأل الله السلامة يرتمي بمرض أو غيره، والناس تضلها تشيل وتحط فيه. اسمعوا النصيحة، جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم.